استاذ يوسف من الغربيه اتفضل. ايوه يا باشا اهلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ يوسف من الغربيه اتفضل. انا كنت كلمت لحضرتك بدل المره ثلاث اربع مرات. بخصوص تنفيذ قرار الازاله اللي هو من 2012. ايوه. الاعداد تواصل مع المسؤولين ما حدش رد عليهم ولا فيها؟ لا ردوا علينا وكلمناهم اكتر من مره. ممكن يعني فيها صعوبه ان حضرتك تبعد عن التلفزيون؟ ماشي حاضر خلاص وصيت يا باشا. دلوقتي قرار الازاله ده بيبقى بالتنسيق مع الشرطه علشان يبقى في قوه من الامن ترافق المسؤولين اللي هينفذوه. ايوه احنا تبلغناهم اكتر من مره وانت عارف ان الظروف اللي بتمر بيها البلد في الفتره دي اكتر من مره. هو حظهم ده من 2012 بقى له 100 سنه. انا بكلمك على دلوقتي. انت من 2012 شفت كام حاله تعدي بيتم تنفيذها عندكم؟ انا كان في حاله تنفيذ من 10 ايام. يعني الشرطه مش ملاحقه. يعني احنا عندنا حالات تعدي حصلت من بعد الثوره عدد كبير جدا 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 وانت عارف كده كويس. يعني في القريه بتاعتك دي لوحدها هتلاقي مئات الحالات، مئات مش عشرات. بالفعل. فالنهارده ما تقوليش من 2012، قول لي ان الدوله من 2012 لغايه دلوقتي شالت كام حاله ازاله عندك. انت من حقك ان انت تنفذ فعلا وانا عارف ده قانون، بس احنا بنراعي الامكانيات اللي الدوله بتشتغل بيها. ففي التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي الدوله بتمر بجائحه كورونا، العالم كله داخلين اهو على 3 شهور وبرضه الدوله بتشتغل. يعني التلفزيون ده فيه مشكله ان احنا نبعد عنه؟ يعني انا بكلمك وانت بتكلمني، محتاج التلفزيون في ايه؟ لا خلاص يا باشا خلاص. طب بعد اذن حضرتك ممكن نتكلم معاك دقيقه ثانيه بسيطه؟ لا براحتك ان شاء الله 10 دقائق اتفضل. بالنسبه لقرار الازاله اللي حضرتك اللي مناط به التنفيذ ده، مهندس الري جايب ماكنه ري مركبه على التركيبه والمواسير اللي صدر لها قرار ازاله. هي المواسير الاساسيه دي مين اللي ركبها؟ اللي مركبها الراجل اللي كان مغتصب الارض. نعم؟ الراجل اللي كان مغتصب الارض اللي هو اسمه عبد الستار محمد عصر. في واحد انا فاكر موضوعك من غير ما تذكر لي اسمائك، واحد كان متعدى على الارض وانت الحمد لله ربنا كرمك ورجعت ارضك تاني، تمام؟ الله يرضى. هو في الفتره اللي كان قاعد فيها دي عدى مواسير مشيت من ارضك راحت الناحيه الثانيه. فانت بقت المواسير موجوده في ارضك دلوقتي ودي وضعها غير قانوني فانت عايز تشيلها. انا فاكر المشكله من كتر ما احنا بنتابعها. مهندس الري بيجامله جايب له مكنه مركبه على التركيب. بص يا حاج يوسف. نعم. انا اعرفك؟ لا. انا بجاملك دلوقتي؟ لا يا باشا. مفيش حاجة تقول لي أصل بيجاملوا، أنا لا أعرفك ولا أعرف مهندس الري ولا أعرف جارك. إحنا بنناقش موضوع دلوقتي وبتابعه مع المسؤولين، مفيش حاجة بقى اسمها أصل بيجاملوا وما بيجاملوش. خلينا نشتغل صح. وبعدين حضرتك بتقول لي اتصلت لسه معايا؟ بشكرك. بيقول لي اتصلت بيك كذا مرة. طب ما هو المشكلة مش في إن أنت اتصلت كذا مرة، المشكلة إن أنت عارف إن ده بياخد وقت. لكن إحنا علشان وزارة الزراعة مقدمة خدمة بتساعد بيها الفلاح، ما يبقاش علشان في نوع من السهوله في التواصل وان احنا ما متاخرش على حد يبقى انت اصلا كلمتني كذا مره. طب ما هو في الفتره دي في متابعه مع المسؤولين. على فكره مش انا لا انا ولا فريق الاعداد هو اللي بيحل المشاكل خالص. احنا يا دوب احنا وصلت بنوصل رساله حضراتكم للمسؤولين. احنا حلقه الوصل. بنوصل صوتكم ليهم. في مشكله عند الراجل ده الحقه اشتغلوا معاه. لكن في الاخر المسؤول اللي انت بتشتكي منه ده وبتقول لي اصل هو بيجامله ده هو ده اللي هيحلها. هو ده الراجل ده هو اللي هيحلها لنا. ده شغله دي وظيفته. فخلينا يبقى عندنا نوع من الهدوء. من 2012 كلمتني حضرتك بتقول لي بقى لي سنه، يعني انت ساكت بقى لك 9 سنين او 8 سنين واحنا في الفتره اللي يمكن يكون طبعا سنه بنتابع معاهم والدوله بتعدي بكذا مرحله. وعلى فكره هو عشان يشيل ماسوره ري دي لازم يشوف البديل ليها برضه لان هي خلاص بقت وضع قائم بيعدي ميه لناس تانيه.